الليلة دي فرح نانا. طب نسمع كلامها مرة. ها؟ عايزة ايه؟ أول مرة بس. أول مرة تحبي يا قلبي وأول يوم أتهنى، ياما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. أول مرة تحبي يا قلبي وأول يوم أتهنى، ياما على نار الحب قالولي ولقيتها من الجنة. نانا نانا طلبت الحلوة حياتي وروحي، ما كنتش فاكرها، عملت عليها بروبة وححاول أقولها. الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه إيه إيه، إن قلت بحبه الحب شوية عليه إيه إيه. العروسة طلبة غنوتين. أهواك واتمنى لو أنسى وأنسى روحي وياك، وإن ضاعت يبقى فداك لو أنسى. ده كوكتيل أفراح ولا فكريني بالفرح ده؟ ده فرح نهى كان في اسكندرية في المعمورة. آه. وجه أناسز عمل في البحر قعد يضرب صواريخ. الملياردير اللي بنقول عليه أناسيس أو أناسيس. الملياردير بالظبط. اه جالكوا الفرح. عمل في البحر، كان في الباخرة بتاعته، عمل صواريخ احتفال، يعني عارفة زي ما عندنا مثلا نضرب صواريخ دلوقتي. صواريخ ايه ولا فاير ووركس ولا ألعاب نارية؟ فاير ووركس. اه ألعاب نارية. اه اه. ده كان في اسكندرية. اسكندرية. يعني. وكان فرح كمان جمال السادات في الجيزة بقى. الجيزة. كله بقى في الجيزة، لبنى في الجيزة وجمال في الجيزة وجيهان في الجيزة. والله كان فرحة الأم بقى لما تجوز ولادها، وأنا كنت معرفش كان نفسي أجوزهم وأبوهم موجود، نفسي يتجوزوا البنات ووالدهم موجود وهو اللي يقف لهم ويفرح بيهم وأنا أبقى يعني مسنودة بيه. يعني عارفة كل أم تحب ولادها يتجوزوا وتطمن عليهم، خصوصا جوازهم كانوا الحقيقه طيبين، ولاد ناس طيبين ومتربيين تربيه كويسه. ف ده السنوسي. ايه ده؟ ده الملك السنوسي. الملك السنوسي كان عندنا وزعلوا بعديها معمر القذافي، زعلوا ده ملك ليبيا قبل كده ازاي يعزموا فرح بنته ولا ابنه لما جه، فيعني كان لاجئ هنا في مصر فما نسيناهوش، يعني ما نسيناش ان احنا نعزمه في فرح ابننا. ابننا في فرح جمال. جمال اهو. ف هو كان علاقته بالافراح ايه؟ رئيس السادات يعني بيقعد يفكر في التفاصيل وكده والمعازيم ولا لا ملوش اي علاقه؟ لا ملوش. بس كان بيبقى فرحان وطاير بقى، ما تتصوريش قد ايه يعني سعادته كده انه بيجوز ابنه او بيجوز بنته، يعني زي كل اب في الدنيا بيبقى فرحان قد ايه. طب رئيس السادات الله يرحمه طردته طول الوقت بالذات بعد وفاته فكره الاناقه المفرطه، يعني دلوقتي كانوا يتكلموا ويعني بعيدا عن اي تيار سياسي كان بيلام انه رئيس السادات بيلبس من افخر بيوت الازياء العالميه واحنا بلدنا فيها فقر، انه هو بيجيب البدله من باريس والكرافته من ايطاليا. لا 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 لا، كان سويلم سويلم فوسط البلد، كان هو اللي بيعمل له بدله، ما كانش بيجيب حاجه من بره ابدا، بالعكس كان سويلم هو اللي انور السادات كان من النوع اللي يحب، حتى وقبل الثوره كنا يعني هو خدم في العريش وكنا كل يوم جمعه نطلع غزه نشتري قماشه حلوه وبتاع وننزل لترزي كويس ونعملها. ليه تروحوا غزه تشتروا الحاجات؟ علشان في غزه سوق حلو قوي وكان عندهم حاجات حلوه قوي، واحنا كنا في العريش عايشين في العريش. ده في الخمس في الايه في انهي وقت؟ بعد الثوره بشويه. يعني اما الخمسينات. في الخمسينات بالظبط. ف كان يعمل مثلا بدله في السنه كلها بس حلوه وشيك ومظبوطه، ويعني نروح لترزي غالي شويه وانا اعمل تيير واحد مثلا وبس، يعني اعمل حاجه بسيطه
لكن تعيش، يعني تبص تلاقي التيار ده يعيش كذا سنة محتفظ بنفسه. فنقل لكن الجودة تبقى كويسة. هو كان يحب مظهره يبقى كويس، وأنا برضو كنت، هو كان يجي معايا حتى عند الترزي بتاعي يقعد ويشوف هنقي إيه ويخش في الحكاية دي. فكان يعني ذواق تقدر تقولي عليه، له ملاحظات على لبسك و... يحب قوي. طبعا طبعا يحب قوي قوي. ده كان قبل ما يبقى رئيس جمهورية. بعد ما بقى رئيس جمهورية بقيتي بتلبسي من أبيوت أزياء بقى عاملة إزاي؟ والله أبدا. تعرفي أنا يعني مش هتصدقي يا منى اللي بقوله بجد، أنا كنت لما أروح باريس مثلا أشتري من تجار الجملة وليا أصحاب في باريس ياخدوني ونروح، هو التيار اللي بتاخديه منهم بيروحوا للتجار الجملة دول مثلا اللي هم فاتحين بوتيكات هنا وبتاع أو حاجات زي كده أو في أي حتة، ياخدوا بأسعار رخيصة. هو التيار تلاقيه في باريس نفسها في وسط البلد بأربع أضعاف الثمن. ده بستغرب إزاي كده. فكنت ساعات أروح هناك برضو أخد كده. وبعدين أنا كان عندي في مصر اللي بروح لها خياطه ست من اسمها احسان اللوزي، من عيله كبيره قوي وتأممت، فعملت اتيليه وكنت بروح لها يعني يعني هي اللي تعمل لي فساتيني وكده. يعني كنت بتفصلي في هدومك؟ بتتفصل. طبعا يعني قليل لما كنت اخد حاجه من بره لو في زياره او بتاع، يعني نادر. لكن كانت احسان اللوزي دي ست راقيه ومن عيله كبيره وذوقها راقي، ويعني كانت ست ممتازه الحقيقه، كنت سعيده ان انا بعمل معاها. مرت سنين طويله جدا وكتيره جدا، ومن سنتين، اقل من سنتين، في الولايات المتحده الامريكيه في نيويورك اعتقد، عملوا عرض مسرحي كان بيمثل ثلاث رؤساء، الثلاث رؤساء اللي شاركوا في معاهدة السلام. وكان بيأدي دور الرئيس السادات الفنان المصري خالد النبوي. خالد النبوي. كان أرينا، المسرح اسمه The Arena أعتقد. وبعدين احنا بنشوف على اساس ان ده حدث فني مهم ثقافي، يعني انه في نيويورك بيتعرض مسرحيه طبعاً فيها طبعاً بيمثل الرئيس السادات ممثل مصري. لا دي عن كام ديفيد نفسه. كل الفيلم يعني. وبعدين في لقطه لطيفه جدا السيده جيهان السادات حضرت عرض، فالممثلين كلهم استدعوها واستقدموها ان هي تقف، والناس بقت بدل ما بتسقف للممثلين بقت بتسقف لجيهان السادات بعد العرض. يعني انا فاكره بالظبط الفيلم ده لما رحت الحقيقة، كنت أولا كانوا عازمين سفير إسرائيل اعتذر، لأن الفيلم كله كان المسرحية كلها كانت بتقولي الحقيقة يعني، مش فكانت تحس إنها صف أنور السادات. أنا كنت فرحانة، وكان اللي معزومين، أنا رحت في عرض خاص كان التوب بتاع واشنطن كلهم، سواء من مذيعين، من صحافة، من إعلام، من وزراء، من كله، يعني كان زي ما يقولوا الإليت بتوع واشنطن. وأبطال المسرحية الأمريكان نجوم معروفة جدا 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 الحقيقة، وتمثلت. بقيت قاعدة فرحانة وفخورة وسعيدة إن ده بيتعمل. وشوف والحقيقة خالد النبوي عمل دور من أروع ما يمكن وأجمل، ويشخط في بيجن ويقول له أنت كذاب أنت كذاب، يعني مش خبى ده، هو كمان قاسى لانه في حاجات كانوا مش عايزينها تطلع اصر انها تطلعها لانها حقيقه. فالحقيقه كان حلو قوي قوي قوي، وبقيت سعيده. خالد النبوي بكى على فكره لما انت طلعتي على المسرح، هو قال لنا كده. انا في لحظه حسيت يعني دموعي مش قادر أحبسها. لا انا حسيت انه مشرف يعني مسرحيه زي دي قدام العالم يوروا دور مصر ايه.
السادات الحلقة دي بتتعرض في أجواء أكتوبر. أي أكتوبر في حاجات كتيرة جدا تستحق الحقيقة الاحتفال والاحتفاء. طبعا الانتصار، استعادة طبعا. الأرض، استعادة طبعا. الكرامة طبعا. في حاجات كتير لازم تحصل، إعادة الكتابة والتأريخ للفترة دي. نعم. فيها ذكرى اغتيال السادات، اغتيال غادر خسيس لا يتفق معه إلا كل ذي خسة وغدر، حتى لو اختلف سياسيا مع رئيس أنور السادات. فكرة الاغتيال في حد ذاتها فكرة طبعا. قميئة طبعا. إنما إحنا السنة دي قررنا أنه يبقى حوارنا معاكي عن جهان السادات. أي. السيدة جهان السادات تستحق أنه يجرى معها حوارات بعيدة عن الأسئلة الجدلية المباشرة اللي كلها اتهامات للرئيس السادات. أي. يعني هي سيدة عاشت ظرفا سياسيا غاية في الاستثناء من بعد موت زعيم كبير بحجم جمال عبد الناصر وانتقال السلطة للرئيس السادات، ظرف زي حرب أكتوبر، ظروف صعبة زي 18-19 يناير، ثم اغتيال الرئيس السادات. يعني ما فيش سيدة أو زوجة رئيس، قليلين زوجات رؤساء اللي ممكن يكونوا عاشوا فترات استثنائية زي السيدة جهان السادات. سيدة استطاعت أن تمتص آلمها وتكتمها لسنوات قد تطول لعشرات السنوات، لم تتشكى ولم تتأوى ولم تعاتب، كان دايما في قدر من التسامح عندها بيفيض عند كل اللي تعاملوا معها، حتى من تعرف أنهم يكرهونها ويكرهون الرئيس السادات. سيدة بهذه المواصفات دائما تستحق الاحتفاء. أنا بقول الكلام ده مش مجاملة لسيدة تجلس معي في الاستوديو، أنا بقوله لأنه ده إحساس بيتملكني كل ما بعيد قراية مشوار هذه السيدة. وبالتالي إن كانت اتفاقية كامب ديفيد اتفاقية جدلية تصارع بشأنها المصريون والعرب، وحتى هذه اللحظة لم يصلوا حولها لكلمة سواء، إن كانت تلك الاتفاقية اتفاقية جدلية فهذه السيدة سيدة أبعد ما تكون عن الجدل، هي سيدة فيها يقين الإخلاص والاحترام والترفع عن كل الصغائر. أنا بختم الحوار سيدة جهان السادات وهدي حضرتك فرصة التعقيب، بس هيفضل مفاجأة صغيرة بعد الفاصل. ده كتير عليا والله، كتير عليا اللي بحقيقة يعني أنا بحس إن الإنسان بيأدي دوره قدر استطاعته لخدمة بلده وخدمة وطنه، فيعني أنا ما عملتش حاجة زيادة، أنا عملت واجبي اللي لازم أعمله، وما افتكرش يعني إن أنا قصدت غير كده، يعني قصدت إن أنا أخدم بلدي بس، وطبعا بطريقتي بالطريقة اللي أنا اتربيت بيها يعني بصراحة، فمش أكتر من كده يعني، مش زي ما أنت متكرميني زيادة قوي كده. لا يعني لا الحقيقة لا والله. لا بعد الفاصل هيبقى في مفاجأة صغنونة. من أجل ذلك نحن نحب عمك جمال. تمسكي الكتاب مش عايزة تسيبيه. أطيب التمنيات جيهان أنور السادات.